مشاهدينا بدي احييكم مع بداية هالأسبوع، ويلي طبعا كلنا عم نتطلع إلى المجلس النيابي للجنة المال والموازنة يلي عم تدرس طبعا موضوع الرسوم والضرائب والموازنة شو رح تتضمن منها، خصوصا انه الطبقات المتوسطه والفقيره يلي خايفه، خصوصا كمان القوى العسكريه. نحن بنتمنى النواب يلي عم يشتغلوا على هذا الموضوع يعرفوا انه هن منتخبين من الناس، وكل الناس واضعه كل امالهم حتى يعني ما تكون الموازنه حامله مع ضرائب كثيره عليهم منهم قادرين لها، لانه بالنتيجه كلنا بنعرف واقع البلد. وان شاء الله يتوصلوا طبعا إلى توقيف الهدر ومزارب الهدر يلي على الأكيد إذا أرادوا بيقدروا. معلومة. طبعاً بمعلومتنا لليوم حشرات أو البقة أو النمنوم ما سموهم، خصوصاً يلي وصلوا على الشمال واللي صار فيه حملة كتير قوية. نحن حبينا اليوم بمعلومتنا، وأنا بشكر رئيس مجلس إدارة مدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية دكتور مشاري فريم يلي أرسلنا دغري إنه هالحشرات هي اللي اجتاحت المناطق الساحلية مؤخراً، وأطلق عليها اسم النمنوم. هي تنتمي إلى عائلة ليجايداي أوردر هيميبترا، معروفة بالفالس تشينش باج. يقوم مختبر حشرات بمصلحة الأبحاث العلمية بتصنيفها لتحديد النوع. تظهر الحشرات بالربيع خصوصا بالبراري والبساتين المهملة، حيث بتواجد على الأعشاب والأزهار البرية. وبيعود سبب تكاثر هذه الحشرة إلى توفر الغذاء والمناخ الملائم من أمطار غزيرة وربيع رطب، كما تنجذب كثيرا إلى الأضواء والألوان. هالحشرات حشرات هالعيلة هي غير مضرة بالإنسان وما بتنقل أمراض، ولكن مزعجة بسبب تغلغلها بالشعر والأذن. وتشير بعض المراجن وبعض الأصناف يمكن أن تلدغ وتشكل طفرة جلدية خفيفة. ظاهرة مؤقتة رح تستمر بين أيام معدودة أو أسبوعين، وبتنصح المصلحة بإغلاق النوافذ والأبواب وإطفاء الأنوار على الشرفات، وعند تواجدها يمكن رش مبيد الصحة المنزلية. أما بالبساتين والحدائق العامة يمكن رش خلال الصباح المبكر أو المساء المبيد كلوربيريفوس، اسمه كلوريبيفوس، وضرورة إعادة الرش بعد 5 أيام بسبب عدم القضاء على كامل الحشرات نتيجة ارتفاع أعدادها. يعني اللي بدنا نقوله هالحشرة ما بتضر، ولكن رح تستمر من هلأ لأسبوعين. وفي دواء يعني هو الصحة المنزلية، إذا كل 5 أيام من الرش مرة بيكون كتير منيح، وبالوقت ذاته إذا فينا إقفال الشبابيك والنوافذ وإطفاء الأنوار هيك بنكون عم نساهم كمان بالقضاء على هذه الحشرة. متابعة. دايما العنصرة بدها تحمل معها تغيير بالطقس، ولكن ما حدا كان متوقع يكون ترجع البرد بأحجام كبيرة ما شفناها بالكوينين، وكمان مع البرد عواصف رعدية ورياح قوية أتت على ما أتت عليه من أشجار، وأشجار مثمرة خصوصا وثمر يلي انعقد، وبالتالي على كمان الخضروات والمزروعات خصوصا بمنطقة الشمال بحصرون وبشري. معي مباشرة على الخط سعادة النائب جوزيف اسحاق يلي عم بتابع هذا الموضوع مع المزارعين، لأنه الضرر كتير كبير ما بيتعوض، لأنه أتى على الأشجار المثمرة من جهة وعلى الزراعات أيضا من جهة تانية. صباح الخير ويعطيك العافية أستاذ جوزيف. صباح النور ست ريبيكا، وصباح النور لكل المشاهدين. يعني ما كنا نتوقع بهالايام يكون فيها العاصفه يلي اتت ما على اضرار كثير كبيره، والمنطقه بتعتمد على زراعه الاشجار المثمره من جهه والخضره والزراعات الثانيه. قد ايه تقريبا حجم الاضرار استاذ جوزيف، وكيف عم تقدروا تتابعوها؟ تفاجئنا مثل ما الكل عارفين يوم السبت مساء بحوالي الربع ساعه برد كثير كبير بكميات كثير كبيره نزلت على منطقه بتمتد
منحصرون بزعون برقاشة بعكفرة بشري حتشيت والجرود العليا من بين. هالبرد أدى لتلف كامل بدون مبالغة. يعني أنا اليوم كنت بجولة فوق، يعني جو حزن بالمنطقة، مأساة على كل المزارعين اللي هي بالأساس الزراعة العمود الفقري تبع أولاد منطقة بشري، وخصوصا تعرف يعني عندهم بس الزراعة الصيفية يعني قائمة على الفاكهة مثل التفاح والإيجاص والكرز، وعلى الخضار مثل البندورة والخيار واللوبيا وغيره. يعني في اتلاف كامل لكل شيء. يعني بتمنى أن من كل الأجهزة من وزارة الزراعة لأكيد طلبنا رئيس الحكومة تعطي إعاز للإغاثة، لأن فعلا يطلعوا يشوفوا في اتلاف كامل، عن جد مأساة حالة على أولاد منطقة بشر. نحن عم نشوف الصور أنت وعم تحكي، يعني عم نشوف الجوز، عم نشوف الأشجار المثمرة كلها بالأرض مع حبيت البرد. يعني حبة البرد قد الثمرة، يعني هيدا كان شيء كتير كمان غريب. السيد جوزيف، نحن منعرف ساعة النائب أنه دايما العوامل الطبيعية عم بتأثر، مش أول مرة على مواسم التفاح وغيره، كل مرة بتنوعد وبينوعدوا المزارعين بتعويضات، ولا مرة تعود على المزارع. ونحن هلأ بأول موسم يعني، وهيدا الموسم خصوصا الأشجار المثمرة ما بيتعود، بننطر للموسم الجاي. ممكن يكون في شيء طارئ بالمساعدات، أقله كرمال الزراعات الثانية وغيره. نحن كلنا بنعرف انه على طول بيصير في اضرار على الزراعه، وكل بتعرفي انت صحيح. يعني الاضرار عاده بتصيب يمكن 30% 40%. نحن الواقع الموجودين فيه المأساوي انه اصابت 100%، يعني جديا 100%. يعني الواقع كتير سيء. متأملين، نحن عارفين وضع الدولة الاقتصادي وعارفين كل هالأمور، بس لازم الدولة تنظر للمأساة اللي حاصلة عندنا بالمنطقة، لأن أصابت 100%. يعني كل الناس وكل الزراعات، مش زراعة واحدة، يعني كل الزراعات الموجودة أصابتها. وما ننسى أنه المزارع مع الأسف عم بيتعرض لنكسات متتالية كل سنة، يعني كمان الدولة ما عم بتساعده تتلقي له كانت بالسنة المرئة تنحسب، ما لقت له أماكن تتصدر عليها هالمنتجات اللي عندها، بالوقت زيت ودل التهريب قائم بعدة زراعات، وبالتالي في منافسة غير شرعية لزراعاتنا. كل هالأمور يعني خلت المزارع يتكل يمكن على السنة البعد، يعني أصيب بخيبة السنة الماضية، عنده مستحقات كتير كبيرة للسموم اللي رشها، لكل الكيماويات اللي استعملها، عنده مستحقات للمحلات من السنة الماضية، اجتوا هاد ضربة. يعني تصوري انت المزارع ووضعه الحالي، مضطر يرش هلأ كل الموسم كأنه الزراعات موجودة والشجر فاضي ما فيها شيء فيحافظ على جنينته. يعني عن جد حالة مأساوية أكثر ما تصور. يعني معك حق، يعني لما شفت الصور وبعتوا لي اياهم وبعتوا استغاثه صراحه، قلت اليوم قبل بكره مفروض الدوله يعني اقله تعمل شيء طارئ لهؤلاء، لانه بدهم يستمروا. يعني ما بعرف كيف، وبعرف انتم كنواب قد ايه عم بتتابعوا الموضوع. فنحن يعني نعم تفضل. نحن مش مطلوب، يعني المطلوب بس هالمزارع يضل واقف على جرين 100%. يعني مش مطلوب شيء ثاني. نعم. فعلا المزارعين المتكلين على الزراعه وضعهم سيء، يعني جديا اليوم اذا حدا بيشوفهم بتحسي بهالحزن الكبير اللي هن فيه. 100%. نحن بنتمنى انه صوتكم يوصل للمعنيين. بنعرف كلنا وضع الخزينه اللبنانيه، وضع الموازنه كمان أكيد. ولكن هودي كمان شريحه لا حول ولا قوه لها، يعني هيدي امور طبيعيه، والدوله بالنتيجه بقدر الامكان تعوض قدر الامكان عليهم، بيكون شيء كثير منيح. رح نتابعها معكم سعاده النايب، وان شاء الله بيعوضوا سريعا. شكرا لك، ونحن بنتابع الحل عنا عبر الام تي في. طبعا اتصالاتكم على 04-444-444. باخذ اول اتصال لليوم. الو 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 تفضل. الله معك ستنا، اهلا، كيفك؟ نشكر الله. اهلا هلا. بدي اوصل صوتي عبر محطتكم الكريمه، وخاصه الامن العام ووزاره العمل ووزاره الاقتصاد، انه شو كثافه البنغلاديش اللي صارت عندنا بالمنطقه، خاصه بالضاحيه ببرج المراجنه، وكلهم عم يشتغلوا اشغال رزيله، يعني ما بدنا نقول كلمه،
وكلهم صار عندهم دراجات نارية بدون أرقام، وعم يفوتوا على المخيمات ويتعاطوا المخدرات وبيفتحوا محلات لبيع الأكل البنغلاديش بحجة هالمحلات عم يتاجروا بالمخدرات، وبدلك عليهم المحلات موجودين. وهلأ كمان صاروا النسوان عم يفتحوا صالونات تحلاقة لقالهم هني، يعني صالونات ستاتية، يعني صوري هني بمئات الألاف بعشرات الألاف عنا ما عم ينفعوا اللبناني بربطة خبز، ورجالهم بناموا بالمؤسسات بالمعامل أو بالمنشرة أو باللي هني عم يشتغلوا، كهربتهم ببلاش، ميتهم ببلاش، ما عم وبينفعوا بعضهم، ما بيشتروا إلا من بعضهم، بس لبنان عم يستفيد بصرفهم الصحي هون وبنفاياتهم. بس سؤال، وين البلديات؟ يعني ما عم تعرف بهالشيء البلديات؟ حكينا مع البلدية ما حدا رد علينا. لا، نحن اليوم بدنا نعلي صوتنا بهذا الموضوع، مش لأنه عمالة أجنبية، بقدر ما هو بموضوع تصرفاتهم، يعني تصرفات من مجتمعنا هيدا. لمين إذا مش عبر محطتهم بس؟ نحن أكيد العمل وللاقتصاد يفرضوا كمان ضرائب عالية على أرباب العمل. حاج اللبناني بيقول لك ما بيشتغل عند اللبناني باللي بياخده الغريب، الغريب عم ينام بالمعمل، ما عم يدفع لا كهرباء ولا مي، اما اللبناني عنده مصاريف مدارس وانترنت وتليفونات عم يدفعها بلبنان، هن اذا كل يوم واحد منهم ظهر دولار بظهره قديش كل يوم؟ ما بكفينا اللجوء السوري انه ماشي الحال، يعني عم بيحلحلوا لهم مشكلته. صاروا بالالاف كلهم تهريب وكلهم بدون اقامات. لا، هيدي اكيد يعني. اكيد الامن العام لازم يكون عارف، والبلديات المعنيه كمان والقوى الامنيه، لانه بالنتيجه بدهم يحترموا نظام البلد، ما فيهم ان هن يجي يشوشوا على البلد يعني مخدرات وغيره، هيدا لا على اللبناني ولا على الناس اللي بنستضيفهم كانوا عمال ولا غيره، في نظام بدهم يمشوا فيه. نحن ان شاء الله صوتك بيوصل، واكيد رح يوصل، وبياخدوا إجراءات سريعة بحق كل من يخالف القوانين، إن كانت قوانين العمل أو قوانين الأخلاق والمبادئ العامة. أهلا وسهلا فيك. فاصل ومنتابع. نتابع الحل عنا وباخد اتصال جديد. ألو. ألو. أهلا. أهلا مرحبا. أهلا مرحبا. كيفك؟ ليك بدي أسألك، بدي أقول لك إنه نحن عنا حتى الزيت بحرق زبالة، حموت من الريحة على الأنفس. وين؟ علما قضاء صغرتا. علما قضاء صغرتا؟ إيه. كيف بيحرقوها في مكابية، ما بيحرقوها بالبراميل، كيف تتحرق؟ ما بيحر بجمعوها وبيحرقوها، كثير الريحة قوية وتقتلنا الريحة فيها علمة بلدية؟ فيها بلدية، بس ما سألنا على الموضوع، يعني بس إنه الناس هنيك حتموت يعني. على أكيد قول لهم ما حدا بيرد علينا. أكيد. خليني أشوف شو قضيتها، أكيد متابعة يعني. ما بعرف موضوع النفايات شغلة أكيد مش نحرقها بين البيوت أو قريبة من البيوت، يعني كأنه ما عملنا شيء. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو. اهلا. مرحبا. عم بحكيكي من الانصايد بمنطقه سليم سلام. ايه اهلا وسهلا. في عنا بير تبع البنايه قديم محفور من وقت تعمرت البنايه، وفي رخصه. نعم. رخصه حفر بير. بتعطل الترمبه تبعيتنا، وهيدا المصدر الوحيد للمي للبنايه، 18 شقه. نعم. فالإجراءات اللي عملها معالي الوزير الجديدة شغلة تعقيد أكثر من هيك ما فيه، بالإضافة للكلفة، بالإضافة للتعب والرواح والمجيان والتأجيل، يعني أقل من 10 أيام 15 يوم ما بيجي دورنا حتى لنقدر يعطونا رخصة نصلح البير، بس استبدال الترمبة. فما بعرف، يا ريت بيكون إلك يد بحل هالمشكلة، لأنه عنا كل ستار بدهم 100 دولار حقه، وبنا كل يوم ستير. إيه لا، ما بيصير. انتوا قدمتوا الطلب على وزارة البيئة، وزارة الطاقة؟ نحن ما قدمنا، ما عم نجرب انه نتفادى هالموضوع، لانه بس تفوتي بوزارة الطاقة فتي بدهليز طويل عريض. طيب هلا شو المطلوب مني انا؟ المطلوب انه يعني خلونا نصلح البيت. مين عم يمنعك؟ الوزارة، لانه مكلفين الشرطة، اي ونش بيركب دغري بيحبسوا صاحب الونش. أوكي. طيب رح نحكي مع الوزارة لنشوف أقله، يعني نحن مع القانون ومع يكون في إجراءات، ولكن يكون في تسهيل، لأنه الناس ما فيها تقعد بلا مي بالنتيجة، ما فيها نعمل روتين إداري بهذا الموضوع،
يعني بقى تتسهل العملية أكتر. خلينا نشوف مع وزيرة الطاقة شو بتجاوبنا. كمان اتصال. ألو ألو. ايه بونجور. بونجور مدام ريبيكا. نعم تفضلي. الو تفضلي. ايه مدام ريبيكا بدي اقول شيء بالنسبه لدروس بيروت. لمين؟ لدروس بيروت. دروس بيروت. ايه شو بدك تقولي؟ بدي اقول انه نحن عندنا بدار الطايفه اذا حدا مات مثلا بيكون مثلا ما قادر يدفع. نعم. يعني في ناس معترين مش كل العالم وضع مرتاح. اوكي. فعم ندفع نحن سمحة نفس مثلا 100 دولار. نعم. فعم يسرقونا عم ياخذوا مننا 300 و400 و500 ألف. فنحن ما لازم نحن في ناس ما معها تدفع، بس بدي وصل هيدي الرسالة للناس اللي لازم يعرفوا مثل جماعتنا يعني سوري على هالتعبير ما لازم أنا أقول هالشي على التلفزيون، بس في سرقة عم بتصير. يعني ما معه معطر عم يدفع عم يدفعوا 300 و400 ألف. اوكي. بدي وصل هيدي الرسالة بليز. اوكي أهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. يعني للحقيقة قد ما الوضع صاير كتير عم بيأثر على كل طبقات المجتمع اللبناني، فينا نقول عنه مأساوي. إجمال نحن بنفتش دايما على النص الكباية الملياني، ولكن للأسف عم نشوف أنه في أمور كتير عم تدهور مع الناس من ناحية كل النواحي، من الأخلاق للمعيشة للمصروف للإفلاس للبطالة. ما في شيء ضابط، ما بدنا يكمل هيك، لا بدنا يوقف بقى، كفى ونرجع ننهض من جديد. ولكن إنه نسمع مثل مؤسسة سيزوبيل يلي فيها هالمؤسسة يلي عملت اسم لها ليس فقط في لبنان إنما في العالم، صارت نموذج لأنه حضنت ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة علمية مهنية تحترم كرامة هؤلاء الأطفال أهاليهم، يعني بطريقة كتير 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 إنسانية. إن توصل اليوم وتقول أنا ب 28 حزيران مضطرة إقفال الأبواب أمام هؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصة اللي كانوا عم يستفيدوا من كل النواحي بسيزوبيل هيدي المؤسسة العريقة، اليوم رح يصيروا ببيوتهم. هودي لبنانيين وهودي الدولة اللبنانية موضوع يعني مفروض تاخدوا بعين الاعتبار إنسانيا، والدولة اللي بدها ترعاهم لما بدها ترعاهم بدها تدعم أكيد هالمؤسسات يلي كانت عم تستمر بفضل كتار من المحسنين يلي آمنوا بهالمؤسسة وبدورة الاجتماعي الإنساني المهم. طبعا ما حدا رح تهين عليه أنه تسكر هيك مؤسسة، وإذا لا سمح الله سكرت سيزوبيل في كتار مثل سيزوبيل كمان على الطريق. نحن اليوم وين رايحين بالأمن الاجتماعي؟ هيدا سؤال موجه لكل إنسان مسؤول ومعني. الأمن الاجتماعي بخطر، ما فينا ابدا نحن نرفع ايدينا ونقول خلص ما بقى قادرين، لا قادرين نكمل، لانه هؤلاء الاطفال وهؤلاء الشباب هن بحاجه لعنايه، ما فينا نتركهم بنص الطريق. هيدا الشيء يعني ما حدا بيغفر لنا اياه. من هيك انا نداء لكل الناس المحسنين والناس اللي مؤمنين بهذا البلد ويلي حارسين على الامن الاجتماعي انهم يوقفوا حد سيزوبيل، يوقفوا حدها، يدعموا وتستمر ويدعموا غيرها من المؤسسات كمان. هيدي أولوية. باخد اتصال. ألو أهلا. ما بدي مدام ربيكا. ايه نعم تفضل. بدي احكيكي بس انه من شان الضمان بجونة. ايه بعد المشكلة النطرة وال بعدها مش قصة، بعدها قصة عم نقدم، قلنا بيعطونا نقدم الدواء بيعطونا مثلا الموعد بعد 6 أشهر. ايه للأسف بعد 6 أشهر، رحنا اليوم مثلا بعد 6 أشهر، اليوم رجعوا مأجلين بعد شهرين. ولهالسبب انه اللي عنده ديات 800 ألف كل شهر، فهمتي قصدي؟ عم بسمعك معه 100%. ايه انه مقدمين 6 أشهر واليوم رجعوا اجلونا شهرين 8 أشهر، اللي عنده دواء 800 700 800 ألف كل شهر، هذا شو بيعمل؟ معك حق. يعني
الضمان بيقول انه التاخير عم بيكون مش مش المال، التاخير هو ما في قدره بشريه تقوم بكل الملفات تتكون على الوقت، مع العلم انه في بعض المراكز الضمان هي على الوقت وبتدفع على الوقت وبتحترم المهل يلي عم تعطيها لمضمونينا. نحن عم نطالب عم نقول اذا كان في تخمه بالموظفين في مكان ما بيسوى ينضموا او يتوزعوا على مراكز ضمان الاجتماعي حتى يسهلوا امور المضمونين، ما بقى في ينزل اكثر من هالقد المضمون لا بالوقت ولا بالصحه ولا بالمستحقات ولا بشيء. هذا شيء كثير كثير معيب. معك حق يعني اللي عم بتقوله، حتى في ناس اتصلوا فينا وقالوا لهم عطوهم يقبضوا الفاتوره يعني المستحقه ب 2020 بشهر تموز 2020. طب يعني اذا اول فاتوره لل 2020 الثاني والثالثه لاي سنه؟ يعني هيدا الشيء ما صار ولا بيصير. عندك حق. صورة اليوم نشوفها سوا. طبعا كل يلي بده يرمي من السيارة رح يصير في محضر ضبط ب 350 ألف ليرة لبنانية. للحقيقة وزارة البيئة اللبنانية مشكورة، امبارح أطلقت حملة الشواطئ. أنا بدي أشكر كل شخص ساهم ونزل مع وزارة البيئة من وزراء ونواب وفعاليات وكشاف ومجتمع مدني وكل من يحب البيئة في لبنان. بس مش المهم نظفنا، المهم لما بننزل على أي شط من شطوط لبنان نحافظ عليه، وهلأ كمان بدنا نحافظ على طرقاتنا وشوارعنا. من هيك رح تتحرر مخالفات بحق المخالفين عن طريق تصويره بواسطة الفيديو إذا ثبتت المخالفة و350 ألف ليرة ضبط. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.